النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية للمملكة. كما لاحظنا اليوم الاثنين استمرت الأجواء الحارة نسبيا تقريبا في أغلب مناطق المملكة، وكانت حارة بوجه عام أيضا في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، بالإضافة إلى مناطق البادية الشرقية. كل ذلك ناتج عن تأثر المملكة بامتداد لكتلة هوائية حارة نسبيا قادمة من مناطق شبه الجزيرة العربية، ممثلة بهذه الألوان الحمراء الداكنة. هذه الألوان الأخرى تنم على وجود درجات حارة حول المعدلات، وذلك في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. اعتبارا من نهار يوم غد الثلاثاء، يتوقع أن تتراجع تدريجيا تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الحارة نسبيا عن المملكة، وبالتالي غد الثلاثاء يطرأ انخفاض، لكنه ما زال يعني يعتبر قليل على درجات الحارة كما تلاحظون. أما يوم الأربعاء فيحدث تراجع كامل لهذه الكتلة الهوائية الحارة نسبيا، وتصبح تتمركز في مناطق البادية الجنوبية والشرقية لكنها بعيدة عن تأثيراتها عن المدن الرئيسية. ومن المتوقع حينها عودة الأجواء إلى الطقس الصيفي العادي، وأيضا تبقى نوعا ما حارة نسبيا لكن في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. بالنسبة للأجواء هذه الليلة في العاصمة عمان، تبقى الأجواء يعني بوجه عام دافئة في ساعات الليل وغالبا صافية، درجة حرارة صغرى 22 درجة مئوية. طبعا الأجواء جدا مناسبة للجلوس في الخارج في الشرفات أو في الجلسات الخارجية. بالنسبة للأحوال الجوية غدا كما ذكرت يطرأ انخفاض، لكن يوصف بأنه قليل درجات الحرارة. الطقس يكون بوجه عام صيفي عادي فوق المرتفعات الجبلية، لكنه حار نسبيا في بعض المناطق مثل الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، بالإضافة إلى مناطق البادية الشرقية. نتعرف سويا على درجات الحرارة المتوقعة العظمى غدا الثلاثاء والصور ليلة الثلاثاء الأربعاء. نبدأها من إربد شمال من 31 إلى 16، في جرش من 33 إلى 17، في عجلون من 30 إلى 16 درجة مئوية، في المفرق من 33 إلى 18 درجة مئوية. مناطق الوسطى بما فيها العاصمة عمان تكون 30 إلى 19 في العاصمة، والأجواء تصبح صيفية عادية. تبقى حارة نسبيا في البحر الميت من 37 إلى 25، في مأدبة من 34 إلى 19، في السلط من 32 إلى 20، وفي الزرقاء من 34 إلى 20 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة في معان من 33 إلى 20، في جبال الشراء من 28 إلى 18، في الطفيلة من 29 إلى 19، وفي الكرك من 30 إلى 18 درجة مئوية. أما في خليج العقبة فتصل العظمى غدا الثلاثاء إلى 40 درجة مئوية، وأجواء حارة، في حين تكون الصغرى حوالي 25 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة بما فيها رويشة تكون 38 إلى 22 مع أجواء حارة بوجه عام، في الصفاوي من 38 إلى 21، وفي الأزرق من 39 إلى 23 درجة مئوية. الأحوال الجوية متوقع خلال ثلاثة أيام القادمة تكون كالتالي: إذا الثلاثاء تقريبا من 30 إلى 19، انخفاض آخر متوقع يوم الأربعاء مع أجواء صيفية عادية 29 إلى 21، انخفاض قليل آخر يوم الخميس ويبقى الطقس صيفي عادي من 28 نهارا إلى 21 ليلا، لكن يتميز يوم الخميس بنشاط في سرعة الرياح، وبالتالي الأجواء ستكون مميز بها الرياح النشطة. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.